إذن يكون من مجموع ما سألتم عنه من أن بعضهم يأتي إلى صاحب المحل وليس معه نقود فيقول، وقد كثر فيما ذكرتم في الأيام التي يحتفلون بها بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله وسلم من البدع، وقد بينا ذلك في مواطن كثيرة، وهناك 17 شبهة ذكرها من ذكر في جواز الاستدلال بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجبنا عن كل شبهة بالأدلة الشرعية القطعية التي ترد هذه الشبه. فوصل الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، ومن ثم فإنه لو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ولفعله الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم أعظم الناس اتباعا له، ومن أعظم الناس محبة له صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على بدعية هذا الأمر. والناس توسعوا في مثل هذه الأيام في هذا الموضوع، وبدأت الطوائف التي تعتقد الاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله وسلم تروج بمقاطع أو بطاقات أو تصاميم أو ما شابه ذلك، أو تعقد حلقات في وسائل إعلامية أو في وسائل التواصل، ومن ثم راجت، وللأسف راجت هذه البدعة على بعض أهل السنة، فيجب الحذر من ذلك. ومن وقع في نفسه شبهة فيما ينقله هؤلاء، ولله الحمد تحدثت عن كل شبهة أتوا بها وبينتها بالأدلة الشرعية، والدليل الشرعي هو الفاصل، هو الفاصل في هذا الموضوع وفي غيره. وليس معنى ذلك أننا لا نعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدره، نعطيه قدره الذي يريده هو عليه الصلاة والسلام، والذي يريده قبل ذلك ربه عز وجل، فنحن نعطيه قدره الذي أراده الله عز وجل، ونعطيه قدره الذي أراده هو صلى الله عليه وآله وسلم، فلسنا نفعل ما نفعل أو نترك ما نترك حسب أهوائنا ورغباتنا أو عواطفنا. بعض الناس عنده عاطفة، هذه العاطفة الدينية إذا لم تربط بالدليل الشرعي وإلا يضل ويزل صاحبها. فكل يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من في قلبه إيمان وذرة من إيمان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الناس مشارب في محبته صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم هو السبيل إلى محبة الله، وهو الدليل والبرهان الواضح البين على ماذا؟ على محبتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يحذر عليه الصلاة والسلام من البدع في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يقول أحد والله إنها كأي مناسبة، لا، هي مناسبة يريدون بها التقرب إلى الله عز وجل، يريدون بها التقرب إلى الله عز وجل، حتى لو لم يريدوا بها التقرب. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هل هذا من الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا؟ أعطونا الأدلة. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل هذا من الإسلام؟ إن كان من الإسلام فأتونا بالأدلة، ولا تقول والله
بدعة حسنة أو بدعة مستحبة، يعني لو لم يشبها شائبة ما قلت بدعة، لماذا لم تقل مستحبة وانتهى الأمر؟ فلما وصفتها بأنها بدعة ثم أعقبتها بوصف آخر بأنها بدعة حسنة، دل هذا على أنها ليست من الشرع وإنما استحسنت العقول. وعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يعودوا إلى الحق، وأن يعودوا إلى الحق. وأما التوسع في هذا الباب فهذا أمره خطير، ولذلك هؤلاء، وهذا شيء واضح ويظهر من القصائد التي يأتون بها ومن الألفاظ التي يتلفظون بها، فيها شركيات. انظر كيف تجر هذه البدعة إلى بدع أكبر، إلى الشرك بالله عز وجل. فالبدعة الصغيرة تورث البدعة الكبيرة وتنفتح الأبواب ويستغاث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يغرنك من يحضر في هذه الاحتفالات ممن يقال بأنه شيخ أو أنه دكتور أو أنه فلان أو أنه في المنصب الفلاني أو ما شابه ذلك، هذه لا يلتفت إليها. لسنا عبيدا لهذا الرجل، قل ما تشاء فيه من الأوصاف الدنيوية، دكتور، شيخ، علامة، إمام، فقيه أكبر، إمام أعظم، هذه لا نلتفت إليها، لسنا عبيدا له ولسنا عبيدا لأحد، إنما نحن عبيد لله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا إذا أتى بالدليل الشرعي الصحيح على فهم السلف فنحن نقبل الدليل الشرعي، لا لأنه فلان، لا، لأن هذا هو الدليل الشرعي. فعلى كل حال هؤلاء توسعوا. أما ما ذكرته من هذا السؤال سواء كان في زمن ووقت المولد أو لم يكن، مع أن المؤرخين اختلفوا هل ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ربيع أو في رمضان أو في غيره، خلاف. الصحيح أنه ولد في ربيع، لكن هل ولد في اليوم الثاني أو التاسع أو الثامن أو الثاني عشر، خلاف. يعني ليس هناك دليل قطعي على أنه في اليوم الثاني عشر، ولذلك هم يستدلون بأن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين ماذا قال؟ ذاك يوم ولدت فيه. هو سئل عن الصيام فقط. طيب أكملوا، ذاك يوم ولدت فيه أو بعثت فيه. طيب إذن على كلامكم سيحتفل باليوم الذي بعث فيه وأصبح نبيا. ثم أيضا هذا الحديث اقرأوا ما قبله، لأنه سئل صلى الله عليه وسلم قبلها عن أيام تصام فيه، سئل عن صيام يوم عاشوراء. إذا الحديث لو أخذ من أوله إلى آخره لوجدت أن الحديث سئل عن الصيام، فكيف يأتي هؤلاء ويقولون هذا الكلام؟ ولذلك سبحان الله، نحن في أي يوم؟ لا، التاريخ الثالث عشر. نجد سبحان الله، نجد سبحان الله أنه قبل أسبوع أو أسبوعين. انظر، هذا الاحتفال لم يقع فقط في اليوم الثاني عشر، بل إنه سبق اليوم الثاني عشر، ما هو بيوم ولا بيومين، بأسابيع. وانظر سيستمر. إذن هذا الفعل الاحتفال في اليوم
العاشر أو في اليوم الثاني من شهر ربيع أو في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع؟ ماذا عساهم أن يحكموا عليه؟ يلزمهم أن يقولوا بدعة، وإلا فأصبحت الأيام كلها في ربيع مثل اليوم الثاني عشر. ولذلك سبحان الله، من لم يتقيد بالشرع يتخبط في قوله وفي فعله، فنسأل لنا ولهم الهداية. لكن هذا القول الذي قلته من أنه سواء كان في موعد الاحتفال الذي يحتفلون به بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، كأن يأتي إلى صاحب المحل ويقول أعطني كذا، فيقول ليس معي نقود، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عوضا، هذا لا يجوز. لأنه اشترى بالدين أمرا دنيويا، لأن الثمن ما هو؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لك أن تتخذ العبادة وسيلة تكسب، سواء الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يكن. فما ظنك إذا ربطت هذه الصلاة باحتفال بدعي؟ فهذا لا يجوز، لأن الأدلة الشرعية وضحت من أنه لا يجوز أن يتخذ على العبادة الأجر إلا ما كان يتعدى نفعه، مثل تعليم كتاب الله عز وجل حتى لا يدخل داخل، مثل تعليم كتاب الله عز وجل حتى لا يدخل داخل حديث البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هو التعليم يتعدى نفعه، ولا يكون هم الإنسان أيضا المادة، لا، لكن هذه تعينه على تعليم القرآن ليعلمه إلى غيره. لكن لو كان المقصود تحصيل أجر دنيوي لذات الأجر الدنيوي، أو ولو كان متعدي النفع، أو كان المقصود الأجر الدنيوي على عبادة لا يتعدى نفعها، فهذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ واتخذ مؤذنا أيأخذ على أذانه أجرا. فالشاهد من هذا أن الأمور توسعت، والله المستعان. ونعم، يدخل في امتهان العبادة، هم لو أرادوا امتهان العبادة لصار الحكم أفضع، لكنهم يقصدون بذلك أنهم يتوددون إلى صاحب المحل، فكأنه يقول بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خير البشر تسامحني في هذا الأمر. والشر إذا انفتح